عايز اخد حضرتك لكأس العالم، في كأس العالم ان شاء الله المقام في 2022 واستعدادات الدوحة لاستضافة هذه القرعة والكونجرس الخاص بالفيفا. اللي انا عرفته ان في 3000 تذكرة كده اتعملوا، دخل عليهم 28 او 29 مليون فعلا عايزين ياخدوهم، هل الكلام ده صحيح؟ فعلا يعني للاسبوع الماضي اسلام دخل اول مجموعه من التذاكر طرحت، هو بيسموهم بلايند تيكتس يعني تذاكر عمياء، الناس بتشتري التذاكر بدون ما تعرف مين بده يلعب الا باستثناء المباراه الافتتاحيه لطرفنا المنتخب القطري. نعم. يعني لحد 10 ايام تقريبا كان في 17 مليون دخول على الموقع. يا نهار ابيض، هيدي بالله يعني كمان على 3000 تذكره فقط؟ لا مش 3000، اكثر بكثير، لا تقريبا كم يعني مليون؟ لا بحدود يعني يمكن 15% من تذاكر المونديال. لانه أوكي. بعد القرعه عندك مجموعه ثانيه وثالثه ورابعه قبل البطوله راح تطرح على موقع الفيفا. فانا برايي يعني انه لازم بما انه كاس العالم، كاس العالم العالم العربي، بتمنى 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 جمهورنا بالعالم العربي وبتمنى يعني تأهل مصر والجزائر وتونس والمغرب إلى المونديال. الجمهور ما ينتظر أبدا، لأنه التهافت هائل على التذاكر. فلحد الآن نجاح باهر في للمجموعة الأولى اللي طرحت على موقع الفيفا. تمام. طيب كنت هاخد حضرتك برضو لمنتخب مصر، منتخب مصر مع كارلوس كيروش، شايفه ازاي وهل يستطيع الصعود لكأس العالم على حساب السنغال بالمستوى اللي احنا شفناه على الأقل في كأس الأمم الأفريقية؟ يعني مباراة السنغال تحتاج لاعبين المنتخب المصري يكونوا جاهزين على أعلى مستوى ويتركوا مباراة النهائي كأس الأمم الأفريقية خلفهم وياخذوا منها العبر. نعم. فقط، لكن ثقتنا كبيره باللاعبين بقياده محمد صلاح، في مجموعه شابه كمان اثبتت جدارتها منهم محمد عبد المنعم ايضا، وحتى الحارس ابو جبل قدم مباريات كبيره بغياب الكابتن العمراء الشناوي. المنتخب المصري عنده الامكانيات لكن لازم يامن فيها. مهم جدا مهم جدا المباراه القاهره تكون يعني فيها فوز مصري حاسم، لانه ايضا المنتخب السنغالي انا برايي حاليا افضل منتخب في افريقيا. اذا بتنظر للمجموعه اللي لمجموعه منتخب السنغال بقياده ساديو ماني وخليلو كوليبالي والحارس تشيلسي العملاق الى جانب المجموعه الباقيه، لا 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 مجموعه مهمه جدا، وفوزهم بلقب كاس امم افريقيا لم يكن وليد صدفه. لذلك ثقتنا كبيره بالمنتخب المصري، لكن كارلوس كيروش لازم يكون هو اهدى شوي، لانه المباراتين هو يحتاجوا تحضير كبير، يعني نحتاج ان يكون المنتخب متكامل، نحتاج كل اللاعبين يكونوا باعلى مستوى، ومنتخب مصر يعني كسر الحاجز بالتاهل على روسيا، ان شاء الله باذن الله بيكون موجود بقطر، لانه وجود المنتخب المصري مهم جدا نظرا لوجود يعني شعبيه جارفه وجاليه مصريه ضخمه بالدوحه، راح تساهم بنجاح المباريات باذن الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا الاعلامي والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ علي الزين، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا.